هي دلوقتي نروح لحديقة الحيوان بالجيزة والزميلة العزيزة لمياء حمدين، تابع معاها استقبال حديقة الحيوان بالجيزة للجمهور في تاني أيام العيد ولقاء مع دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية للحدائق الحيوان. صباح الخير عليك يا لمياء، كل سنة وانت طيبة. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك أحمد، وكل سنة وانتم طيبين وكل الناس طيبة في تاني أيام عيد الأضحى. الحقيقة احنا بنجوب من امبارح لحد النهاردة حدائق ومتنزهات وأماكن كتير مختلفة، الناس والأسر المصرية تقدر تستمتع بأجازة عيد الأضحى فيها ومن خلالها. النهاردة احنا في حديقة الحيوان، بالتحديد في حديقة الطفل، يعني الحيوانات كلها يعني open air زي ما بيقولوا، وبنتعامل معاهم وبنأكلهم وبنشربهم، وكمان لاحظنا ان في تنظيم كبير، في أمن موجود بشكل كبير، النظافة يعني كبيرة جدا وواسعة جدا في الحديقة برغم من حجمها الكبير وقدم حديقة الحيوان. تفاصيل أكتر هيكلمنا عنها الدكتور محمد رجائي. برحب بحضرتك النهاردة يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة وعيد سعيد يا رب إن شاء الله. كنا عاوزين نعرف استعدادات الحديقة لاستقبال العدد الكبير جدا، يعني عشرات الآلاف من الناس بتبقى موجودة هنا في حديقة الحيوان عشان تستمتع بيها في أجازة العيد، كنا عاوزين نعرف تفاصيل بقى استعدته إزاي للأيام دي. الحقيقة طبعا إحنا يعني بيبقى فيه استعدادات خاصة بالعيد، لأن العيد بيبقى يعني مزار كبير، حديقة الحيوان مزار كبير لكثير من الأسر المصرية، فإحنا بيبقى بنستعد في ثلاث محاور أساسية، ويمكن المحور الأساسي هو استخدام حيوانات جديدة وصحة الحيوانات ومظهرها في العرض. والحقيقة إحنا الأطباء عاملين جهد كبير جدا في خطة إكسارة عملية الحيوانات بتاعتنا، وفي ولادات، إحنا موسم ولادات دلوقتي، الناس هتتفرج على الولادات اللي موجودة، واحنا جبنا حيوانات جديده برضو باسلوب مبتكر بدعم وزاره الزراعه. الحقيقه ان احنا فكرنا خارج الصندوق وما نكلفش الدوله اي اعباء. الحيوانات اللي زادت عندنا دي احنا قدرنا نبدل ونجيب حيوانات مش موجوده عندنا، ويمكن جبنا الفتره الاخيره الزراف، جبنا سبع البحر، جبنا الدب الروسي، النمور البنغاليه، مجموعه كبيره من الزواحف. فده المحور الاول. المحور الثاني يمكن خدمات الجمهور وراحه الجمهور، واحنا يمكن عملنا مشروعات ترفيهيه كثيره جدا الفتره اللي فاتت. عملنا يمكن خدمه التنقل داخل الحديقه بالطفطف والجولف كار، برضو عملنا منطقه ملاهي متكامله. الحقيقه المشروع اللي احنا واقفين فيه ده مشروع حديقه حيوانات الطفل، حيوان طفل، ودي مجموعه من الحيوانات الاليفه الزائر يقدر يتفاعل معاها مباشره وياكلها ويتصور معاها، ودي عامله سعاده كبيره للاسر المصريه. يمكن برضو البدلات النهرية، استغلنا برضو المسطحات المائية في ان احنا نعمل بدلات نهرية، ففي مختلف الأنشطة. والملاهي طبعا عملت جذب كبير جدا للناس في الحديقة. أيضا المحور الثالث بقى الاستعدادات الأمنية، طبعا احنا عندنا في تنسيق مع مديرية أمن الجيزة، الحقيقة ليهم كل الشكر على المجهود اللي بيبذلوه معانا في تأمين الناس، ويمكن برضو منظومة نظافة على أعلى مستوى، يعني مقاعد خشبية جديدة، مساحات خضراء، يعني الحقيقه جهد كبير بذل، تنسيق مع الاسعاف، في عربيات اسعاف موجوده، في ايضا الكشافه موجوده معانا عشان اطفال التائهين، وعاملين منظومه ممتازه جدا لتجميع الاطفال وتسليمها لزاويها فورا يعني. فالحمد لله الامور ماشيه كويس، وكان اول يوم الحقيقه كان يوم ناجح، وان شاء الله نتعشى ان شاء الله الفتره كلها تبقى سعيده يعني. الله، بشكرك في نهايه اللقاء، شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. وزي ما شفتي جمانه واحمد، يعني تنسيق كبير جدا داخل الحديقه، في منافذ تم افتتاحها بشكل اكبر، اسعار التذاكر 5 جنيه زي ما هي، كمان في صيانه دوريه لدورات المياه وغيرها والمسطحات المائيه، والنظافه موجوده زي ما قلنا، وكانوا كمان بيوصوا الزوار او بيوزعوا عليهم بعض الاكياس البلاستيكيه ليعني القاء القمامه فيها والحفاظ على جمال والصيانه الحديقة. إليك جمال.